بعد باريس ومدريد وبروكسل، يحط معرض العمران للعقار مغاربة العالم الرحالة بمونريال في كندا، وهي المحطة الرابعة والأخيرة ضمن النسخة السابعة لمعرض العمران إكسبو. ومحطة مونريال تكتسي أهمية في استراتيجية القرب التي تنهجها مجموعة العمران تجاه المغاربة في العالم، وخاصة في منطقة أمريكا الشمالية. مجموعة العمران كمؤسسة ديال الدولة اللي تقوم بإنجاز البرامج العمومية في ميدان السكنة والتهيئة الحضرية، تقوم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للتقرب أكثر من الجالية المغربية بالخارج بتنظيم المعرض العمران إكسبو للعقار مغاربة العالم. هذا المعرض اللي هو معرض دولي متنقل للآن في النسخة السابعة دياله، تعرف 2022 يعني أربعة ديال المراحل، بدينا بباريس ثم بمدريد وبروكسل وتتنتهي هنا بموريال اللي هي محطة مهمة واستراتيجية. خلال حفل الافتتاح أكدت سفيرة المغرب في كندا على أهمية انعقاد هذا المعرض الذي يشكل فرصة للانفتاح على مغاربة العالم وتحفيزهم على الاستثمار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم الأصل، تماشيا مع الرؤية الملكية السديدة. وتميزت محطة مونريال بتنظيم ندوة حول موضوع مغاربة العالم، عنصر أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة. تم من خلالها إبراز أهمية مشاركة الجالية المغربية بالخارج في مسيرة التنمية بالمغرب.